وبشأن التطورات السياسية في اليمن، ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء عبد الباقي شمسان. سيد عبد الباقي، مرحبا بكم. لنبدأ من الأمم المتحدة التي رحبت بدعم مجلس الأمن لاتفاق السويد، لكن سيد عبد الباقي، هل سيأخذ هذا الدعم حيزا على الأرض وبالتالي سيدفع ميليشيا الحوثي للالتزام بمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار؟ أعتقد أن الضغوط الدولية الحالية لها مسارين أو طريقين للضغط. الطريق الأول هو عودة الملف اليمني إلى المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة، والعنصر الآخر يتعلق بالضغط الدولي على تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن. بالتالي هذه الخطوة الأولى لاستعادة المجتمع الدولي للمبادرة وأخذ الملف من دول التحالف العربي. لا أعتقد أن على المستوى القريب يتم يعني وقف إطلاق النار أو إدارة أو أن يفتح هذا ما حدث، يفتح تسوية على المستوى القريب أو المتوسط، لكن هي البداية الأولى لوجود المجتمع الدولي ولإيصال المساعدات للشعب اليمني. هناك كارثة إنسانية قد تكون كونية ومنفردة في العالم، بالتالي هناك ضغوط إخلاقية وإنسانية على المجتمع الدولي. ومن هنا أعتقد أن المسألة في غاية التعقيد، لأن الحوثيين عندما قبلوا حققوا هدف رئيس متمثل بالاعتراف بهم كطرف رئيس في الحقل السياسي، كطرف من أطراف النزاع مقابل سلطة شرعية التي أصبحت أيضا طرف من أطراف النزاع مقابل ندية التعامل مع دول التحالف. وبالتالي أعتقد أن ما زلنا أمام تأثير لوجود دولي، لكن نحن أمام مخاطر أيضا تتعلق طيب. سيد عبد الباقي، يعني أنت قلت أن المسألة فيها جانب من التعقيد. اليوم يصل الجنرال الهولندي باتريك كريستوفر إلى عدن لمراقبة الهدنة، هل بوجوده على أرض الميدان سيحل العقد اليمنية؟ لا أعتقد، لأن هو ربما يوقف، سيراقب وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة، بحيث يكون ميناء الحديدة منطقة محايدة ودولية. لكن نحن لدينا مشاكل كبيرة جدا. المشكلة الأولى تتعلق أن هناك انقسام بالهوية اليمنية، هناك مطالب بفكر ارتباط الجنوب عن الشمال، وهناك دعم من إحدى دول التحالف لهذا المطلب. هناك أيضا ثنائية سنة شيعة، هناك ثنائية الإماميون الجمهوريين، لكن نحن أمام وجود دولي في المنطقة. الوضعية في غاية التعقيد، بالتالي لكن إذا كان هذه الخطوة ستحدث تحول من حيث أنها تقدم المساعدات للشعب اليمني وتحافظ على ميناء الحديدة وتضمن يعني وصول المساعدات للمستهدفين للجغرافيا اليمنية، أعتقد أنها في غاية الأهمية. لكن لا أعتقد على المستوى القريب أننا سنشهد يعني وقف إطلاق النار. المعارك والصراع سيستمر في جغرافيات خارج محدود يعني رقابة الأمم المتحدة. نعم سيد عبد الباقي، لو تحدثنا عن الموقف الإيراني، الولايات المتحدة اتهمت إيران بدعم الحوثيين وبالتالي تأجيج الصراع في اليمن، وهذا ما جاء على لسان المندوب الأمريكي في مجلس الأمن الدولي رودني هانتر. هل من الممكن أن نرى ردة فعل إيرانية عكسية على اتفاقات السويد؟ بالعكس، إيران الآن حققت أهدافها، بالتالي هي الآن ضمنت أن ذراعها في اليمن أصبح طرفا معترف به دوليا، أصبح الحوثيين طرف من أطراف النزاع وليس طرفا انقلابيا بفعل الأزمة الإنسانية. نحن الآن نتحدث عن أزمة إنسانية ولا نتحدث عن انقلاب، نتحدث عن جماعة خارجة عن ثيابة القانون وخارجة عن مرجعية الأمم المتحدة. بالتالي الآن الإيرانيين حققوا هذا الإنجاز واستفادوا من تحول الموقف الدولي تجاه دول التحالف، بالتالي هم الآن الحوثيين لديهم الأسلحة، لديهم ميليشيات، هم مسيطرين على صنعاء. أيضا استفادوا من كل تركة الدولة التي كان الدولة ومؤسساتها في صنعاء. أعتقد أن الحوثيين استفادوا من هذا وحاولوا أن يتحدثوا عن السلام، يتحدثوا عن أنهم مع هذا الاتفاق، ولكن في الحقيقة
هم حققوا انتصارا، بحيث أن الحوثيين الآن نعم فاعل غير الدولة موجود في صنعاء سلطة واقعية، وبنفس الوقت التعامل معهم كطرف من أطراف النزاع وليس كجماعة انقلابية. بالتالي لابد أن يكون الخطاب على المستوى الإعلامي داعم للسلام، ولكن على المستوى العملي هم يحققون أن صنعاء أصبحت تحت سيطرتهم. أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء عبد الباقي شمسان، شكرا جزيلا لكم.